العالم يتغير بسرعة، رغم أن العديد من أوجه التواصل أصبحت إلكترونية، إلا أن الطلب على خدمات بريدية سريعة وفعالة وبتكلفة مناسبة أصبح أكبر من أي وقت مضى. وفي قطر هذه الخدمات تؤمنها لكم الشركة القطرية للخدمات البريدية كيوب بوست. نحن مستعدون للمستقبل. للحين مو مصدقة، هذا شيء عجيب، نقدر نتكلم ونشوف بعض على كل وقت. يا ليت كل أشغال يتم بهالكفاءة، بكبسة زر تقدر تعرف إن الشغل ماشي تمام وإنه آمن بعد. أبوي يقول عني إني من جيل تربع على الإنترنت، عشان كذي ما أظن إن شراء شيء من النت بيكون شيء غريب، لكني لحد الحين أستغرب شلون هالشيء يوصل من الشاشة للبيت هالسرعة، كنا سحر. أبوي يقول أبد ما هو بسحر، لكنه شيء وايد ذكي. ابني يطرش لي كل الهدايا من بعيد من لندن، وما ادري شلون يعرفون يوصلونها عندي. اكيد في عندهم جهاز يشوف العنوان ويقدر يقرا الخط المكتوب باليد، ويقدر بعد يعرف حجم ووزن العلبه بدون ما يلمسها. في مكاين مختلفه لفرز الرسائل، صف الرسائل نفس الاتجاه، وفي كاميرا خصوصيه تقرا العنوان على الرساله وتقارنه ويا العناوين اللي في ذاكرتها، وبعدين تختم الرسالة برمز خاص فيها يميزها عن غيرها من الرسائل. إيه الحين عرف، عندهم مكان تعرف وين يروح كل طرد في أي وقت يروح. عندهم خدمة يعلمونك فيها أن التسليم في الطريق إليك، وأنا كان رجل أعمال حقيقة معجب هالنظام الجديد واللي هو ثقة وتقدر تعتمد عليه. وأخيراً حملوهم في الفانات والشاحنات والدراجات النارية جاهزين للتسليم. أول أخاف من التكنولوجيا، لكن الحين عرفت أنها وصلتني بأحبابي، وأن الشركات مثل البريد القطري تستخدمها عشان تقدم لي خدمة أحسن. أعرف شلون يوصلونه، لكني للحين شايفته شيء مو بعادي، ويقول يا ريت كل شيء يكون بهالبساطة والراحة.